السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنعرف ازاي نقدر ندبلوي بروجكت كولانج على ديجيتال سيل. اولا لازم يكون عندك سيرفر على ديجيتال سيل، وتكون عامل كونكت للجيت هاب بتاعك على ديجيتال سيل. انا عامل الكلام ده، ادي الريبو اللي انا عايز اعملها ديبلوي. هسحب الريبو احطها هنا، هختار البرانش اللي هسحب منه، احط السب دومين وليكن جو، واختار الدومين بتاعي واقول له ديبلوي تشينج عشان لما اعدل في الكود يحصل اوتو ديبلويمنت. وهنا اختار جولانج، ادوس على ادفانس سيتنج، احط السي بي يو 1 ده على حسب السيرفر بتاعك. انا السيرفر بتاعتي 1 سي بي يو، احط له 1 جيجا رام 1024. وبعدين هنا هتاكد من الفيرجن بتاع جولانج بتاعي، واحط اكسبوز. اكسبوز هنا هحط البورت بتاع جولانج. انا عندي البورت اللي انا بسيرف منه في جولانج 8080. هنعرف الكلام ده ازاي؟ لو رحت على البورت بتاع جولانج بتاعك هتشوف هو بيرن على انهي بورت بالظبط. انا هنا برن على بورت 8080، فبالتالي انا اخترت هنا ان انا اكسبوز على بورت 8080. مفيش اي سكريبتس عايز ارنها، مفيش اي انف فايل، هدوس كرييت. طيب هو خلينا نخلص ديبلويمنت. لو دوست فيزيت سايت هلاقي هنا الاي بي اي بتاعتي فعلا رجعت لي ويلكم ان ديجيتال سيل والستيتس بترو. مبروك عليك بروجكت جولانج. سلام.